جلسة رقابية دسمة بما تحمله من أسئلة نيابية وضعت جميعها أمام حكومة الدكتور بشر الخصاونه للإجابة عليها، فالبطالة والصحة كان لها النصيب الأكبر من هذه الأسئلة. إن العجل المالي الكبير لسلطة تقليم البقراء التي لطالما رفضت خزينة الدولة كما تعلمون بملايين الدنانير في السنوات الماضية لا تجد اليوم من السيولة لدفع رواتب الموظفين، مما أدى إلى توقف العمل عن المساء البارحة لولا تدخل إخواننا النواب في هذا الأمر. المطلوب سيد الرئيس، لذلك نتمنى على حكومتنا الرشيدة وأنا واثق تمام الثقة أنها ترعى هذا الموضوع جل اهتمام. ثلثين من تقدم لدعم الميرابي في تكافؤ ثلاث رفض طلبه بحجة معيار، أنا مش داري منين جايبين المعيار، والله الشيطان نفسه ما قدر يحط هذا المعيار. معيار بقول لك انه كل من استحق اخذ سلفي من الضمان الاجتماعي 40 ليره 50 ليره سلفي، السلفي تعني قبل 6 اشهر رفض طلبه في تكافل 30 دعم اليوم. ستصل اليوم بكره اليوم بكره الى متى؟ احنا الان متابعين صحه الناس اولى. نعم احنا موجود عندنا انه نسبه البطاله ارتفعت وزادت حتى قبل الكورونا، لكن مع الكورونا كمان المؤشرات صارت اخطر. المواصلة التي أقرها مجلس النواب المحترم لوزارة العمل 9 مليون دينار. كيف تستطيع وزارة العمل أن تقترح حلول تشغيلية؟ سعادة الزميل حسين الحرسيس، خلينا نستمع. لا ما لا يجوز، لا يجوز. تفضل سعادة الزميل. سعادة الزميل أرجو أن نلتزم بالنظام، تفضل. كل الموازنة العامة التي تم إقرارها وكما تعلمون جميعا موازنة أتت في ظروف صعبة تواجه المملكة الأردنية الهاشمية. سعادة الرئيس، وكون وزير أشغال موجود موجود بسبب مهمة رسمية خارج البلاد، نتمنى لهم التوفيق وأن يرجعوا سالمين قادمين إن شاء الله. أرجو تأجيل سؤالي. ولماذا لا يكون لدينا كل سنة أو كل سنتين سد جديد؟ وما له من أثر إيجابي على المنطقة الموجود بها للمزارعين وكذلك الفائدة البيئية للسياحة؟ على الرغم من أن الوزراء أجابوا على الأسئلة النيابية، إلا أن ملف الطاقة وجد طريقه ليتحول إلى استجواب بعد الرد الذي لم يكن وافيا بحسب النواب. يعني موضوع أنه كنا في صدد وقف الاتفاقية مع مستشفى الجاردز، لكن مع صعود الحالات و زيادة في عدد الحالات الحالية، صحيح أنه لدينا زيادة في عدد الأسرة من خلال المستشفيات الميدانية، يجب أن ندرس الموضوع بعناية قبل أن نتخذ يعني قرار متسرع بوقف العمل مع هذا المستشفى، واللي بعتقد كانت تجربة، أنا اعتقادي الشخصي أنها كانت تجربة جيدة. سنة 18 و19 و20 ما مجموعهم بعد علاج الوزارة لهم 15 مليون دينار. مرضى الحكومة المحولين للقطاع الخاص، والذي يعبر عن نقص الأسرة وعدم وجود الاختصاص المناسب، ما يقارب 11 مليون دينار. اللون الأصفر للملايين. فالجهات التي تستقبل مرضى الأورام والدم، مركز الحسين للسرطان، بمعدل 100 مليون دينار سنوي تدفع وزارة الصحة لمركز الحسين للسرطان. ما هي الكلفة الإجمالية لمشروع المفاعل النووي الأردني؟ المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب بلغ الانتفاق الرأسمالي على المشروع 56 مليون دينار أردني. إضافة لذلك كان في هناك 58 مليون دينار أردني قرض ميسر جدا حسن جدا من الحكومة الكورية بفائدة 0.2% بفترة سماح 10 سنوات وتسديد 30 عام. سعادة الرئيس، أطلب تحويل مشروع برنتو إلى الاستجواب. شكرا. شكرا. لم تنتهي الأسئلة النيابية، فهناك الكثير والكثير منها بجعبة أعضاء المجلس، وتبقى هذه الأسئلة برسم الإجابة حتى يرد عليها الوزراء. أسامة بليبلي، الحقيقة الدولية.